لعله من النادر مشاهدة العلم الإيراني إلى جانب علم الثورة السورية إلا في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للمعارضة الإيرانية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس. أعداد هائلة من الجالية الإيرانية المناهضة لنظام الحكم هناك قدمت من الولايات المتحدة وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي لحضور المؤتمر السنوي الذي ترأسه زعيمة المجلس الوطني مريم رجوي، إلى جانب شخصيات إيرانية معارضة جاءوا جميعا ليعلنوا مناهضتهم لنظام الملالي في طهران وما ترتكبه ميليشياته في مدينة حلب وسوريا ودول المنطقة. واليوم سمعنا أن هناك تم تطبيق حصار مدينة حلب. حقيقة كل هذه التطورات أثبتت بأنه لا حل في المنطقة إلا من خلال التركيز على نظام الحاكم في إيران وإسقاط نظام ولاية الفقيه في طهران. الشعب السوري من أكثر المتضررين من نظام ولاية الفقيه الحاكم في طهران، كان له مشاركة عبر وفد من الشخصيات المعارضة لنظام الأسد حضروا المؤتمر للتأكيد على أن بداية الحل في سوريا يبدأ من إسقاط نظام الحكم في إيران. نحن هون وفد ممثل عن الثورة السورية نشارك بالمناسبة السنوية للمقاومة الإيرانية. مجينا إلى هنا يعبر عن تضامننا مع المقاومة الإيرانية التي تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وبناء دولة إيران المدنية الديمقراطية التعددية التي يعني تحترم جيرانها وتحترم سيادة الدول التي تحيط بها وتسعى إلى فتح علاقات جيدة مع كل دول المنطقة ومع كل دول العالم. تتواصل أعمال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية بحضور شخصيات سياسية عربية وعالمية، وأكثر من 100,000 من أنصار المعارضة احتشدوا هنا ليحذروا العالم من بروز دور ولاية الفقيه كأكبر تهديد لشعوب وبلدان الشرق الأوسط.